إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يمن بفضله فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هذا من وفضل من الله. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كل هذا من فضله سبحانه وتعالى، يعرض على عباده كرمه وجوده. ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، أن يكون مستيقظاً يصلي ويدعو الله ويستغفر، فإنه وقت قبول الدعاء، ولا ينام في هذا الوقت يحرم نفسه كما يفعل كثير من المحرومين الذين يسهرون الليل، فإذا صار آخر الليل ناموا حتى عن صلاة الفجر عن الفريضة، هذا حرمان والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن ينام مبكرا حتى ويعود نفسه، يعود الشيء بالاعتياد، يعود نفسه أنه ينام أول الليل. صحيحة. نعم، إذا عود نفسه هذا تعودت. الله أعلم سبب ذلك، الله أعلم. نعم، حتى القيام لصلاة الفجر ينبغي للمسلم أن لا تفوته هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي، ليكون حاضرا. الله جل وعلا يقول في المتقين: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار وقت السحر له مزية على غيره من الأوقات. نعم.